تم تأسيس جمعية جولدستا للتضامن في مدينة دويسبورغ بألمانيا عام 2007، والهدف منها هو التعاون والتضامن الاجتماعي. أسست مجموعة من النساء المقيمات بألمانيا هذه الجمعية المستقلة التي لا تربطها صلة بأي توجه سياسي أو جهة معينة. فالنساء يقمن بعرض الأشياء التي صنعنها بأيديهن ويبيعنها، ويرسلن الأرباح الناتجة عن ذلك إلى الناس المحتاجين. عمل الجمعية يتركز في ثلاث مجالات إضافة إلى اهتمامها بالفنون. وترى جولسون جوموش رئيسة الجمعية أن للفنون الإسلامية التقليدية دور كبير في اكتساب الهوية الإنسانية، وتقوم الجمعية أيضا بدورات للفنون الإسلامية التقليدية. أما المجال الآخر لفعاليات الجمعية فهو نادي الأطفال. تعتبر الجمعية الوحيدة في المنطقة التي تعمل كمؤسسة تعليم رسمية بفضل مشاريعها في نادي الأطفال، والذي تدرس فيه الأخلاق وتعلم فيه الفضيلة. جولسون جوموش من مواليد عام 1978 في مدينة دويسبورغ بألمانيا، تقوم بأنشطتها عبر جمعية جولدستا للتضامن التي أسستها منذ عام 2007. لا تجلس جولسون جوموش مكفوفة اليدين بسبب إعاقتها، بل تهتم بمشاكل الشعب التركي والألماني، وقد قدمت لها بلدية دويسبورغ الألمانية جائزة ماركوتور الذهبية، وهي أكبر جائزة للبلدية، وتعتبر من إحدى الشخصيات التي أبرزت الإصرار والتحدي الواضح للحياة وللإعاقة. ألفت جوموش كتابها الأول تحت عنوان جدار الإعاقة، وهي تقول إنها تحاول إعطاء حق الحركات المتبقية من بدنها الذي يضعف يوما بعد يوم.